ليش بيقولوا الخط الأعوج من التور الكبير؟ لأنه التور الكبير بيعلم التوار الأصغر منه، وهدول بيلحقوه على نفس خطه الأعوج. تكبر التوار الأصغر منه بصير عنده توار صغيرة، بيلحقوا آبائهم على نفس الخط الأعوج، وهيك بتصير الدنيا خرايط. والحل؟ حل شو؟ مشان الخط الأعوج بده يضل خط أعوج؟ شو بيعرفني؟ سألك شي تور كبير. يا الله يا سهير، أول ما شفتك يا حبيبتي حسيت إنك أنتي البنت اللي أنا عم بحلم فيها طول حياتي. أنتي هدية نزلت علي من السماء. سهير أنتي ما بتعرفي قديش سعادتي، يعني شو بدي قلي، حاسس حالي الدنيا مو سايعتني. عن جد فوزي، يعني من قلبك هالحكي؟ لك شلون، والله من جوات صمصوم قلبي. سهير أنا بحبك، و الله يطعمني هيك اقدر امن بيت اسكن فيه انا وياكي لحالنا وبس. نعمل هيك جنب البيت جنينه صغيره، ايوه نزرع فيها ياسمين وقرنفل. قرنفل ابيض، انا بحب القرنفل كثير. ونزرع لك فيها كمان زنبق وفل، بدي ازرع لك فيها كل ورود العالم. سهير يو، مو وقتها، هلا هلا شي حدا بيشوفنا. إلهي بعيد الشر، لايدها مو هيك؟ طيب هلا بتشوفي يا ماما يا سهير. شاهين حبيبي، يا برني هلوس ان شاء الله. حبيبي انا ما قلت لك لعب بجنينه مع رفقاتك؟ ما بدي لعب، بدي اروح على البيت الا لماما. استاذ شاهين، امالي استاذ، ولك لا تعيط علي. استاذ شاهين لا تعيط علي حبيبي، انت قبضاي وزقرتاوي، والقبضاي وزقرتاوي ما بيفسد على اخته، مو هيك؟ انا مالي قبضاي ولا زقرتاوي، انا فساد وبدي اروح الا لامي كمان. شاهين حبيبي تقبر اختك بعيد الشر، مو على اساس نحن اصدقاء. اصدقاء على الفاضي؟ ما بدي. يوه شلون على الفاضي؟ مو اليوم لسه عطيتك 10 ليرات؟ ما بدي 10 ليرات، بدي 100 ليره. طيب طيب حبيبي لا تزعل. حبيبي لا تزعل، هاي 100 ليرة. بس الواحد ما بصير يفسد على اخته، اتفقنا؟ ما دام القصة فيها 100 ليرة اتفقنا. حبيبي شاهين حبيبي، يلا روح العب. معقول هذا اخوكي؟ معقول؟ معقول هذا الولد رح يطلع لي قرون براسي؟ كل مرة نجي نقعد بجنينة بدك تجيبي معك؟ حبيبي طول بالك، بتعرف نامي ما بتخلينا نطلع مع بعض لحالنا. طول بالك، هدي اعصابك، هلا بيمق لك قرح. شايفك لك. حبيبي شاهين، يا برني الوش ما احلى. هلا ماما اذا سالتك وين كنا، ليش تاخرنا، شو بتقلها؟ عند رفيقتك سوزان. برافو عليك، ايه دخيلك انا. بس شو؟ بس بدي اشتري سكوتر. ما معي مصاري حبيبي، ما معي. ليش انت خليت معي مصاري؟ قديش معي؟ لك ما معي غير 15 ليره، مو هلا اخذتهم كلهم. هاديو مكسب شعره. يبعت لك، قلت لك على هلسان بعيد الشر. شعره بيع وعي، انا شو اعمل؟ ارسل بالشوارع خود. يخرب بيت عيونك، صرتنا هبني نهب. فوت على شعره. يا ماما يا ماما، تعالي لك شو صار معنا. تعي. ليش تأخرتوا؟ ليش تأخرتوا؟ كنا بالجنينة. كنا عند رفيقتي سوزان. يا حرام يا ماما، شو مقربة قريب؟ قريب وقريب، يحكوا ويسكتوا على هالقريب. الله يكون بعونها، القريب بالصيف كتير غليظ. غليظ كتير. مينو ها؟ يوه، مين بده يكون القريب؟ الله يعافيها، إن شاء الله ما تغلظ عليك يا الشقي. شاهين؟ أعوذ بالله، مثل الشاطر كان قاعد، مثل النسمة ما حسينا عليه. يقبر قلبي حبيبي شاهين، أنا حبيبي. ليش بس أنا حبيبة؟ لك شو هالجيل، لك شو هالجيل؟ هاولا قسما عظما، إذا بعد بشوفك مع أختي سهير ما بدفع مصاري لأسلك جلدك على العظمة، عم تفهم؟ ولا
بفهم. عم تضحك علي بعشر ليرة؟ والله نسيك العلي من رضعته والله. والله! استغفر الله العظيم. لا لا استغفر الله العظيم. لك لهول حانيات. يا سهير يا حبيبتي لا إلك شي صرفة معه. مش دي شي مرة عد أنا وياك لحالنا. ما عم أقدر أتخيل إني بدي أشوفه معي. لا لا مو هيك القصة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا فوز يا حبيبي لازم تقدر ظروفي. طب فهم علي يعني أنا شو طالع بإيدي؟ يو ما بتخليني أطلع لحالي. بعدين حتى لو خلتني المشكلة إنه هو بيلزق فيني وهي بتضل صافة لطرفه. يا حبيبي طول بالك الله يرضى عليك كرمالي. ما عم تزبط معي لك يا سهير. ما عم تزبط معي. صاير معي أزمة نفسية من ورا هذا الولد. أنا الله وكيلك عم شوفه بمنامي. خايف شي نهار أخلع وكف الشلو عنكو. لا 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 يا سهير مو ست ما بحبه. بس ممكن ساوي هيك من دون ما أقصد أنا. حبيبي طول بالك الله يوفقك. طول بالك خلاص إلا ما نلاقي له حلي. أي سوزان أي تقبريني. خلص طولي بالك بكرة بشوفك. مع السلامة. شو كيف سوزان؟ بتسلم عليك. شو طابت ولا لساته مقرب؟ لساته مقرب؟ يخرب بيت عيونك. ولا قرد نص نفايس. شاهي شايف باخر هالطريق ها؟ ايه دخيلة العيون. انا في جنينه بتزحل العقل هلا بتروح بتلعب وانا ما بطول عليك. ايه ايه بس بلكي خطر على بالي اشتري عرانيس. ايه واشتري عرانيس. مين رادك؟ مو قبل شوي اعطيتك 50 ليرة؟ امتى؟ يو هلا بالبيت. هديك ال 50 ما جبتها معي. ايوه يبعت له حمى حظي انا. شرف الله يخليه خليه يفوز على السلم على عمو فوزي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحتك لك قوي. لو تعرف حبيبي قد ايه حبك قوي. يبعث لك الله 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 الله.
قهوة سادة لو سمحت. رجلك اليمين حبيبتي. لك يا أهلا وسهلا. أويها وعالبهبهانة البهبهانة أويها سهرتنا عمرانة ومليانة أويها اثنين وثلاثة ستة ما بعرف شو كمان قوليها يا المصيبة قوليها خمس دقايق لا تحركي خمس دقايق قوليها لهالمصيبة نسيت شغلة ضيق شوي وعليكم السلام حجي تعال نشوف تعال لحق ما تخلص شرف وقف والحجي وقف ميت السلامة تعال والحجي تعال اهلين بالحجي يلا يا اخ يعطيكم العافية الله يعافيك حجي هات شو مش في عندك؟ ايه تفضل احنا خايف تعطس وما لحقك يلا ها اوعى حجي طول بالك ايه سيدي هي بتكلفك 10800 ليرة و60 قرش رسوم ورشوة 770 ليرة اوف 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 مرتفع سعر الرشوة الله وكيلك السنة الماضية انا دفعت 500 ليرة ايه حبيبي التسعير ارتفعت يعني على الكل ولا بس علي؟ على الكل طبعا نحن معنا تسعيرتين هي الرسوم مع الرشوة الله يرزقك حجي الله يرزقك بعد يرزقك خالص حجي والله معك افوز وكتر حجي خذ راحتك بعد تسال مره
مرحبا شباب. يعطيكم العافية. والله المراجعة الفنية وين؟ عند الأستاذ نعيم. على راسي. مين؟ مرحبا أستاذ. أهلاً وسهلاً. صديق الصباح. أهلاً وسهلاً. شلونك أستاذ؟ أهلاً وسهلاً. والله شوف لنا هي المعاملة قديش الرشوة تبعها؟ خود شف لك شفي. بسم الله. أيوه. سيدي هي المعاملة 1500 رشوة. و 5000 رسوم. على راسي. على راسي. شرفوا سيدي، هاي 6500 رشوة مع الرسوم. إمتى بتخلص هاي؟ شغلة يومين مرة بتاخذها إن شاء الله. على راسي، سلام عليكم. أهلين أهلين، مع السلامة. مرحبا شباب. أهلين حبيبنا، أهلا وسهلا حبيبي. دخيل عينك التخطيطات عن مين؟ عند أستاذ شريف. مرحبا أستاذ شريف. أهلا وسهلا عيوني، أهلين. الله يعطيك العافية. الله يعافي قلبك. دخيل عينك، بس شوف لي هالمعاملة قديش بتكلف. تكرم عينك. الله يكرمك. إيه. بسم الله. بسيطة. بسم الله. هي بتكلفك 5585 رسوم. ايه شو علي؟ ورشوة قديش بتكلف؟ الله يسامحك، الله يسامحك، حدا طلب منك رشوة؟ عفوا يا استاذ، ولو ما في داعي تطلب، نحن بنفهم على الطاير، كنا نظر. لا يا استاذ، من اجبار. رشوة ما بناخد عمي نحن. رشوة؟ ما بناخد، ما بدنا منك شيء. ما بصير يا استاذ، ما بصير ما تاخذ، دخيل عينك انا بدي اياها تمشي بسرعة، هات ايدك لبوسها. على نفسك، استحي ايه؟ بقى احسب لي اياها قديش بتكلف، الله يرضى عليك لحتى ادفع لك. لا حول ولا قوة الا بالله، عم نقول لك يا عيني يا روحي يا قلبي، نحن ما بناخذ رشوة. اتركها عندي هون، بعد يومين تجي تاخذها جاهزة. حول ولا قوة الا بالله، اكيد هالحكي. هذا اكيد الحكي. قسما بالله العظيم ما فايتها بمخي ابدا اني ما ادفع رشوة بنوك. الله يرضى عليك، مشي لنا اياها. عم بقول لك ما بدنا ايه، تيسر روح اخي. بعد يومين تجي تاخذها جاهزة، يلا. اتركها على الله. بدك تعمر، بدك تبلغ، على راسي، على راسي. لك منين طلع لنا هالموظف يا معقد؟ لك اصلا ما لازم يضل بالوظيفة ولا لحظة واحدة ابدا. هسا صلي على النبي، اشرف مع السبوة وشوف ايش بدك، قلي شو وجعك قادم. انا صلي على النبي، اللهم صلي على النبي. منين الله باليكم بهذا الموظف اللي اسمه شريف؟ اخي يا ربك، هذا مو بلوي، هذا مصيبه، راح يجننا يا استاذ، راح يجننا. لكن ما بصير هيك يا حبيبي، ما بصير هيك، مشان سمعه المؤسسه. الله وكيلك، اذا بيضل بهالتناحى وتيبيسه الراس بيضرب سمعتكم بالمؤسسه. ها لك شو بساوي، واحد مبين من اسمه معقد. شو هذا اسمه؟ شو قال؟ شريف سيدي، تصور على الاسم. لك يضرب هو والاسم. شو الاسم بالخير حبيبي؟ اخوك ابو ياسر سيدي. تلزمنا حبيبي. الهي طول عمرك، الهي يرزقك. السلام عليكم. الله قدك يا انسان، يعني كمخلوق، مالك ناوي تتوب وتنصلح؟ على شو بدي توب؟ لك يا اخي كيف عمال نقعد بهالدايرة على انت؟ طالعنا من السنجر عرض مثل حمص تركيتك، شو بدي سميك ماني عارف. من حقي ما اقبض. بس مو من حقك تنزع من اخلاق العالم. نحن عم نحكي مشان مصلحتك، إذا دروا العالم اللي فوق إنك مالك عم تقبض، يحطوا لك من تاني يومها. وحمود ربك إذا هلا ما فسدنا عليك. ولك اتركوني بحالي، اتركوني بحالي بقى إيه؟ أستاذ نعيم، أستاذ أنور، طالبكم أستاذ رأفت. يلا جايين. لا هذا الوضع ما بقى ينسكت عنه نهائيا. لك يا جماعه، انا اذا صار لي جلطه بكون هذا اللي اسمه شريف؟ لك مالي عرفان كيف رطب عمال بيكفي، مالي عرفان. لك نحن كل هلا طلع عمال بنلطه وما عم نجيب الراسين سوا. يا جماعه، الرجال ما عم ياذينا ولا عم يجي صوبنا، بس الموضوع انه ضرب لنا سمعتنا. مشان هيك بده يقبض غصب عنه عن اللي خلفه كمان. يعني شلون غصب عنه؟ اه شلون؟ راح استخو تقرير اكتب فيه انه ما عمال بيقبض. لا 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 حرام عليك، هيك بنخرب له بيته للزلمه. استاذي معلش خلينا نصبر عليه شوي الا ما يرجع له عقل الرحمن. استاذ رأفت دباره عندي هالمجرم. كيف؟ اترك علي، اذا ما بخليه يتوب وينصلح ما بيكون اسمي انور بلوي. زينتك بدينك يا اختي سمر، عمال بحكي كلام مزبوط ولا عمال بعلق عليك انا؟
ايه والله يا اخي، الواحد لازم يتلحلح ويلحق زمنه. حاكم الناس اكلت وشي بالحاره، الطالعه والناس اللي بيسالوني شو جوزك لساته ما عم يقبض. يا جماعه يا جماعه، اقسم بالله العظيم بفوت لجوا بحط راسي وبندفس، ما بدي اسمع ولا كلمه. من بعد اذنك سيد انور. خلص سكرناها. لك احنا كل هدفنا يا حبيبي خوف عليك، الله وكيلك. هي ما شاء الله زوجتك حامل ما شاء الله عليها، وراح يجيك ولد. يعني حرام هالولد هذا ما يولد ببيت نظيف ومشمس. لك هذا بيت هذا، ولك هذا قبر، الله وكيلك هذا قبر. هذا غير صوت معمل الجرابات اللي جنبنا كل نهار. اللي لقلك اللي لقلك. خير اختي مسمير؟ شوفي والله هي وكسري لها فلا بتتحركي. انت هيك تعبانه الله يقومك بالسلامه. وين الطفل تقبليني؟ ليك هون بدي كاسه مي. هاي صح عليك، تسلم لي هالمسمير. شو مزوقك؟ الله عامر بيتك، قومي بالسلامه. يلا بالاذن، تصبحوا على خير يا جماعه. السلامه، يلا معكم. يلا. سبحان الذي خلق وما أغلظ، وما في مرة إجا لعنا لهون لا صار مصيبة. لك أنت دائما ضابحك الشك كمان. روحي روحي جيبي لي كاسة مي باردة، مت من عطشي. يلا مسمير يلا طمنيني. أم حلش عينك؟ أمحى وحياة عينك. لك أنا مسمير. الله يبشرك بالخير، بس شلون؟ مثل ما اتفقنا، شلت الفيش وحطيته، شلت الفيش وحطيته، شلت الفيش. شو 20,000 مرة لحتى اطمنت إنه النيتور احترق والبراد صار رملية، أصلاً هو مهرهر. برافو عليكي، يلا مشينا مشينا، يلا مشينا، افتحوا الباب مشينا. يلا يسعد صباحك استاذ، شو بتحبوا تشربوا؟ كالعادة انا والاستاذ نعيم جبنا القهوة، وجيب شوية الاستاذ شريف. لحظة لحظة، تعال هون تعال. أنا بشرب قهوة كمان، وبدي قهوة دبل. على راسي بسوي استاذ، على راسي. خير يا طيب؟ شو استاذ شريف؟ شايف عم كركر؟ احكي عيني احكي. احكي بترتاح. أخي شريف، لا تحصر بقلبك بيطلع ببدنك. دير بالك بقى. ما في شيء ما في شيء يا جماعه، حاجه تلحوا علي بس راسي واجعني شوي من هون هيك حاسه. شلون لك شلون ما في شيء؟ شلون ما كانوا صرنا 10 سنين مع بعضنا؟ لك يا زلمه وجهك ما عم بتفسر، وضعك بخوف بخوف. وحالتك هبياني على الاخر يا اخي شريف. اخ يا جماعه اخ، ماني عارفان شو بدي لكم، بس انتم مالكم غرب. امبارح اتخانقت انا ومرتي وحردت ببيت حماي. لك ليشك عملت؟ الله يسامحها الله يسامحها. احترق البراد. لا 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 لا، شو الحكي هاي؟ احترق البراد؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. شو احترق؟ بعد ما رحتوا حضرتكم قلنا لها يا مرة جيبي لنا قنينة مي باردة، راحت فتحت البراد لقيته محروق. عملت لي فيلم طويل عريض. طلعت فيني هيك قالت لي بدك تجيب لي براد جديد. قلت لها بتعرفي وضعي، ما معي وتكي، أنا ما معي وتكي، منين بجيب لك براد جديد؟ قالت لي ما برجع على البيت إلا لحتى تجيب لي براد جديد. هي القصة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حول ولا قوة إلا بالله. بس بدك الصراحة، يعني المدام معها حق. إيه ما بينعاش بهالحرائي بلا براد بنوب، ما بينعاش. طيب جيب له براد. لك منين؟ منين يا حسرة؟ بتعرفوا حالة الموظف بهالبلد؟ لك بالدول اللي حوالينا ها، قريبة مننا، ما تبعدوا كثير. بمعها شهرين ثلاثة بتشتري سيارة، هون براد براد ممكن يهدي لطلاق بينك وبين زوجتك، براد. الله ما تفتحي الاسطوانة تبع الموظفين المشروخة، الله يرضى عليك، الحل بإيدك أنت. كيف؟ أوعى يكون لك بلا أوعى بلاك الهوا، ليك أبو عمر طب زهدي جاهزة. ومعها 7,000 ليرة، ومو ناقصة غير توقيعك، وقف وخذ ال 7,000، ادفع سلف البراد وكل شهر 500 من معاشك، وهيك بتكون رجعت الاثنين، البراد والمدام. والله يا حظ ظريف يا أخي شريف. بس يا جماعة أنا 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 ما بقدر ما بقدر. بلش يبسبس أبو النور. إيه خليه يبسبس ليشبع. هلا بتصل أبو زهدي بيجي بياخذ المعاملة والمصاري. بصراحة يا جماعة أنا ما بدي استشرف عليكم وأعمل حركات، أنا أخذ قرار من امبارح. بس شو بدي أعمل؟ شو بدي أعمل؟ مرتي حامل ولازم أطمن عليها كل يوم. طيب انتبهوا انتبهوا، رح أساويها بس لمرة واحدة فقط وأخيرة. أخي شريف يعني موافق؟ لك قولها بقى قولها قولها وخلي فرحتنا تكتمل قولها. خلص موافق موافق. أخي هي معاملة أبو زهدي شرف، وهي 1000 ليرة مني حلوان التوبة. وألف مبروك أخيرا.
اخيرا الله تعب عليك، الحمد لله اللي عشت اليوم اللي شفتك فيه عم تقبض بعيني لك. شو هالحكي؟ يعني الله تاب عليه؟ الحمد لله، الحمد لله استاذ. لحظة، لحظة لبشر المدير العام. بشره. مرحبا عبود. اهلين بابو محمود. اهلين اهلين ابو محمود. شو قصدك تاخرت؟ اي والله سيدي، امبارح صار معي فصل بس بضحك. خير ان شاء الله. امبارح جاي من الشغل وقفت السياره، نزلت لعند ابو الياس باعتباره فاتح سوبر ماركت جديد بدل محل الخضره تبعه، قلنا نبارك له. لقيت عنده شويه خيارات هيك هالقد الخياره، شوف هيك. ايوه صبي البوبو. صبي البوبو الله يرحمه ابو قاسم. قلت له نقي لنا شوي، نقالي كيلين اما شيء حلو كثير. هيك هيك اخذتهم حطيتهم بالبراد. ايه بلا طول سيري عليك، فقت اليوم الصبح طاشش قلبي، فتحت البراد انت حالي كلك خياره يا ولد. ايه زير شو شفت؟ شو شفت؟ لك كل خياره هالقد طولها وهيك تخنى. الله لا يوفقه، قد ما عم يحطوا له هرمونات. الله يرحم خياره ايام زمان كان له طعمه، نكهه، له ريحه. لك بس الخيار، لك الجزر، لك كل جزرة هالقد وكل واحدة طعمة ولون. هي لا تذكرني على جزر هديك الأيام عليم الله، بس اتذكر جزر هديك الأيام بتشط ريالتي. ولا البصل. أخ أخ على بصل هديك الأيام، كنت آكل فحل البصل عليم الله توصل ريحة تمي لآخر الحارة. إيه أنا لما كنت آكل فص توم كان يصير منع تجول بالحارة. إيه على توم هديك الأيام. إيه كل شيء أيام زمان كان غير شكل. لك لك حتى المخابرات اللي هي مخابرات كانت غير شكل أيام زمان. إيه والله كنا إذا أكلنا لنا كف مخمس من شي عنصر مخابرات نرتمى بالأرض ثلاث أيام ما نتنفس، ومثل الأيام. وأنت السادة كنا إذا شفنا بطريقنا عنصر مخابرات ولا عنصر أمن كان قلبنا يدق مثل الدربكة ورجلنا تقصف قصف. كان إلهم وهرة، يلي يروح لهنيك عليم الله ما حدا يعرف وين أراضيه. لكن تتذكر شو كنا نقوله للي بيروح على شي فرع؟ كنا نقوله الذاهب مفقود والعائد مولود. مو مثل هلا صرنا نروح لعندهم نفوت ونطلع كأنه رايحين على شي مطعم، ما عاد في هيبة مثل هديك الأيام. لا وصايرين عم نحكي ومنعلي صوتنا ولا حدا عم بيسألنا شو عم تحكوا وشو هذا اللي عم تحكوه، كأنه عم نغني بالطاحون. صلح اسأل الله أيام الشحوطة على فروعة. أخي شو بدك بهالحكي؟ أيام زمان كان غير شيء. تفضل معنا إذا بتريد. لوين؟ على الفرع. بدنا نشوف شو اللي مو عاجبك بهالأيام. إيه أنا اللي بروح. أخي استناني أنا واصل مشوار على الفرع، برجع ما بطول، مو مثل أيام زمان. يا أخي المواطن تفضل إذا بتريد. نعم. اسمع. اسمع شو عم يقول لي، يا اخي المواطن. ايه لا هزولات. ليكون في شيء مو عاجبك؟ والله مو عاجبني. بدك تمشي بالذوق ولا لا؟ لا ما بدي امشي بالذوق. لا شوف شو بدك تساوي؟ ما حساوي شيء. امشي ولك حيوان. يا هي امرني لخلقكم هيك؟ هلا رجعنا مثل ايام زمان.
دخان دخان جو جو شفت على الكمين اللي عملوا لي يا اولاد الحرام؟ يا هيك الكمائن يا بلا يا سيدي. هدول امريكا امريكا هي امريكا امريكا. وين ونحن وين؟ ليش ناقصنا نحن ولا ها؟ عباس شفت لي الكمشة اللي كمشوها للمجرم؟ احلى كمشة بالعالم والله. ليلتعن سن سفيل اجداله بالتحقيق بكره يقوس حاله احسن له هالغبي. سيدي هلا بالمخفر عند جماعة الفي اي بي بياكل نصيبه. اعلانات نشف لي رئي الفيلم. بدي اعرف شو النهايه بس لنعرف كيف بحايه العمى. قوم عباس قوم جيب لي مشروب الطاقه بسرعه شوي قوام على السريع يلا. امرك سيدنا. شو هالفيلم يا عباس؟ شي بحط العقل بالكف. شو سيدي؟ هرب المجرمين هن كروا لك. غبي انت يا عباس، غبي، واحد غبي. ليك شلون معدينه ومعززينه ومكرمينه؟ طياره واحده لا ما اكل، شوف شلون محترمينه شوف. اي سيدي لا تؤاخذني بس يعني بيكون هذا مدعوم اكيد دعمته محرزه يعني. قلت لك انت، لك انت ما بتفهم، انت واحد غبي عباس، كل عمرك غبي، هذا انسان عادي مواطن عادي، لا عنده واسطه ولا اي شيء نهائيا. بس طريقتهم بالتحقيق بتختلف عن طريقتنا. سيدي لا تؤاخذني بدي اكون صريح، بدي اكون صريح كثير، يعني حضرتكم يعني طريقتكم هي الفعاله اكيد، انتم بتسووا بطريقه فعاله اكيد متاكد. عباس عباس يا حبيبي. حاضر سيدي. ايه نحن بنجيب المسيء بنخليه يعترف بغلطه وبنعاتبه. عندهم لا بيشوفوا شو الغلط تبعه بيبحثوا باسباب الغلط وبيعالجوها. بتعرف عباس طريقتهم فيها وجهة نظر كثير. والله يا سيدي يعني حضرتكم كلكم نظر يعني، انتوا الكل بالكل يا سيدنا. احترام سيدي. الله لا يوفقك، كم مرة قلت لك بس تفوت لهون لا تخبط؟ حاضر سيدي. شو في؟ قبضنا على أحد عناصر الإساءة في البلد، حاطينه بغرفة التحقيق سيدي، وما زلنا ناطرين أوامر سيادتك سيدي. شو عامل هالكر؟ مسكناه متلبس عم بيه دخان مهرب سيدي. لا 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 الله لا يعطيه العافيه دخان مهرب. اسمع انا جاي بنفسي حقيق معه. سيدي خلصوا الدعايات رجع الفيلم. هلا وقت الفيلم هلا. شو بك انت؟ شو بك عباس؟ انا رايح لبي نداء الواجب. روح يا ابني جهز المتهم. هذا سيدي. الله لا يوفقك. ثلاث مرات صرنا مغيرين للبلاطه. بارمرو جدا. وقف لك وقف. اتركه اطلع لبرا. حاضر سيدي. الله لا يوفقك كسرت البلاطه. اسف سيدي. مو انت يا ابني. عود حبيبي. العفو سيدي. ارتاح ارتاح يا حبيبي. لا تعرضونا سيدي بعدكم. ايه خلص معلش عود حبيبي عود. ما بصير سيدي. عودوا لك خلص. Hello baby. Hello baby. How are you fine? Are you okay? يعني واحد مثلك مبين ابن عيلة وناس شاب بيروح ببيع دخان مهرب على الإشارة مو عيب هذا مو غلط يا حبيبي.
والله يا سيدي ندمان، وحياة الله ندمان، ما عاد عيلة سيدي، والله ما عاد عيلة. ما بتعرف إنه الدخان المهرب بضر بالاقتصاد الوطني؟ طيب، عفوا نسيت أسألك، شو بتحب تشرب حبيبي؟ لا لا عفوا سيدي. لا 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 بدك تشرب، شو بتحب تشرب قل لي حبيبي قل لي. لا عفوا سيدي ما بصير. لا لا بدك تشرب يا حبيبي. شو؟ اللي بدكم يا سيدي. شو رأيك بمشروب الطاقة؟ ها؟ الله وكيلك يا سيدي، لا بحشش، لا بتعاطى، لا بتاجر بالممنوعات، مظلوم، والله العظيم مظلوم يا سيدي. لك يا حبيبي يا كر، مشروب الطاقة مو ممنوعات، هذا مشروب الطاقة بيقوي الذاكرة، بيقوي الجسم، المخ بيشتغل، عرفت كيف حبيبي؟ هاد حاضر سيدي. جيب لي واحد مشروب طاقة بسرعة شوي. عفوا شو اسمك حبيبي؟ هيثم سيدي. جيب لهيثم كوكا كولا باردة بسرعة. حاضر سيدي. حبيبي هيثم، ما قلت لي انت شو هوايتك؟ كيف يعني سيدي؟ يعني شاب مثلك لازم يكون عنده هوايات، غناء، رقص، كتابة، شو يعني انت ما عندك هوايات؟ معقول ما يكون عندك هوايات؟ عندي سيدي، بحب ارسم، بحب المطالعة، بحب ركوب الخيل. ايه برافو برافو يا هيثم، انا قلت مستحيل هشبه بي هي ما يكون عنده هوايات. برافو، جود جود فري جود يا هيثم، جود فري جود. احترامي سيدي. جيت بوقت فرفح قل عباس. انا فكرت بمشكله هيثم ودخلت على اصل المشكله وشو السبب يلي خلاه يصير بياع دخان على الاشاره. ليه سيدي؟ هذا عنده وقت فراغ كبير، ما لقى ولا شيء يعبي وقته فيه، لذلك انحرف وصار بياع دخان على الاشاره. والله يا سيدي تحليل منطقي وصح صح. لذلك نحن شو لازم نعمل؟ لازم نعبي له وقته مشان ما ينحرف. نعبي له وقته فلقى سيدي؟ لا حيوان يا عباس حيوان. هذا يا سيدي بتروح هلا فورا بتشتري دفتر رسم كانسون وقلام تلوين ها وبتطلق سراحه فورا. حاضر سيدي. اطلق سراحه سيدي. شو طرشت؟ طبعا بتعطيه دفتر رسم وقلام التلوين وبتخليه فورا يطلع. حاضر سيدي. لا يا هيثم لا لا يا هيثم، يعني معقول بعد ما اطلقنا سراحك تروح ترجع للشهادة توقف على الاشارات وتشحد؟ معقول دفتر الرسم اللي عطيناك اياه مشان تعبي وقت فراغك تحطه لافته للشهادة؟ ندبان سيدي والله ندبان والتوبه ما عاد اقدر. لا يا هيثم لا، يعني كنت قلي من الاول انه انا مالي مرق بالرسم، كنا لقينا حل ثاني، كنا قدرنا نساعدك بشي ثاني. صحيح انت قلت لي إلك مرق بالمطالعة مو حبيبي؟ مضبوط سيدي. طيب شو نوعية الكتب اللي بتحب تطالع فيها حبيبي؟ قلي لشوف. تفضل استاذ، الجزء الثالث يوميات هيفاء وهبي. الجزء الثالث يوميات هيفاء وهبي مدعم بالصور الملونة. تفضل استاذ، 50 ليرة بس. خفايا وحكايا الوسط الفني، أهم حالات الزواج والطلاق بالوسط الفني استاذ، 25 ليرة. 30 ليرة قرب. يوميات هيفاء وهبي بالصور. تفضل عمو للأطفال. كل شيء عن الوسط الفني يا أستاذ، الوسط الفني. Thank you.
لا يا هيثم، لا لا يا هيثم، اعطيناك الكتب لتقراها وتعبي وقت فراغك، بتروح بتوسط فيها وبتبيعها يا هيثم. والله والله شهد علي ندمان، والله ندمان يا سيدي. خلاص ندمان ولا كرم. طيب يا حبيبي، تعال تعال قعد لنا شوف، تعال بسرعه. والله ندمان يا سيدي. مو هون يا كرم، ايه قعد هون حبيبي. شوف حبيبي هيثم، يعني انا ما عاد فيني اتصرف معك اي شيء بصراحه، ما عم بعرف اتصرف معك، كيف بدي اعبي لك وقت فراغك؟ بالله ما عم بعرف، يعني بتعرف كيف؟ يعني هيثم رح تطلعني عن طوري بصراحه. قل لي شو هوايتك يا ابني؟ سيدي عباس. لا كله لعباس يا سيدي. عباس عباس، مرحبا عباس. طيب هيثم، هيثم شو هوايتك حبيبي؟ سيدي وانا صغير كنت اتمنى اركب على الخيل. على الخيل، على الخيل، الخيل والهيل والبيداء، وتعرفني ايه؟ جيبوا له كر لهالخيل، جيبوا له حصان لهيثم. تسلم يا سيدي، تسلم. الله الله يعلي مراتبك يا سيدي ويشوفك هيك ان شاء الله. هيثم مو سيدي، هي الحصان رح يجيبوا لك اياه. الله يكرمنا، بتعبي كل وقتك بركوب الخيل. ركوب الخيل مفيد. اه سيدي، هو في عنده قرطاس وقلم كمان. طيب خلاص، هي قرطاس وقلم وهي الخيل. شكرا عباس. يعني عرفت كيف حبيبي؟ ما بدي اشوفك بقى هون بالقسم نهائيا. اخر مرة، اخر مرة هيثم. خلاص خلاص سيدي، يلا يلا يلا. شكرا سيدي، يلا يلا. احترامي سيدي عباس. شو عم تقول؟ هيثم رجع بيع الخان على الإشارة؟ اي والله يا سيدي، العمى بعيونه لهالبغل، هذا الانحراف بدمه. شو ما عملنا وساعدنا بده يضل يرجع وينحرف. جيب لي اياه فورا، بدي خليه ينسى الانحراف. مو بس الانحراف، بدي خليه ينسى الحليب اللي رضعه من امه. ما قدرنا نكمشه سيدي. شو؟ وليش ما كمشته؟ يا سيدي، كل ما الدورية قربت لعنده بدها طلقته وتكمشه، ونلاقي غير نط على الخيل وهرب بين الحارات الضيقة. طلع بركع على الخيل، ركب ممتاز يا سيدي، فارس. لا يا هيثم لا.